أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج مع كل الناس. النهاردة حلقتنا هتكون عن المشروعات الصغيرة. طبعا كلنا عارفين في الفترة الأخيرة إن بقى في صعوبة جدا في فرص العمل، وعشان كده النهاردة هنقدم نموذج مشرف لشاب بدأ حياته من الصفر وقدر إنه يعمل مشروع يقدر من خلاله إن يفتح بيت. بس اسمحوا لي قبل ما نرحب بضيف حلقتنا النهارده ارحب بزميلتي اللي هتشاركني تقديم الحلقه النهارده دكتور منال حماده. اهلا بيك يا منال. اهلا بيك يا دكتور رشا، ازيك؟ نورتيني يا حبيبي. استاذ مصطفى، ازاي حضرتك؟ مشرفنا النهارده. الله يخليك يا فندم. احنا عايزين ناخد من خبره حضرتك وناخد بعض الاسئله ان هنعرفها للجمهور على اساسها ان نلاقي ناس ممكن تقدر تعمل مشروع صغير تبدا حياتها بيه. اول حاجه عايز اسالها لحضرتك، ايه التحول اللي حصل في حياتك عشان يخرجك من مجال لمجال اخر، ولا هل المجال ده كان معاك من وانت صغير؟ لا طبعا، المجال ده انا من صغري انا شغال عليه لحد ما الحمد لله يعني اكتسبت منه خبره. ايه هو المجال اصلا اللي حضرتك شغال فيه يا فندم؟ فني موبايلات. فني موبايل صيانه يعني ولا ايه؟ هاردوير. كل انواع الموبايلات ولا حاجه معينه؟ لا كل انواع الموبايلات طبعا، يعني الموبايلات العادية والايفون وكل انواع الاندرويد والحاجات دي كلها. اي انواع موبايلات الحمد لله انا بدأت فيها واكتسبت خبرة يوم عن يوم والحمد لله اتعلمت يعني. يعني حضرتك كنت شغال في المجال زي ما انت بتقول، كنت شغال في المجال ده من وانت صغير فاخدت خبرة. تمام. طب انا كنت عايز اسأل حضرتك، لو انت بما انك عملت مشروع بدأت فيه من الصفر، كان محتاج راس مال كبير ولا كان ايه النظام بتاعه؟ والله انا بدأت براس مال يعني ما كانش معايا يعني راس مال كتير يعني عشان انا ابدا بيه، فالحمد لله يعني بديت ب 3000 جنيه اشتريت اجهزه وشفت الحاجات اللي هي ايه بتنفع ان انا اشتغل بيها والحمد لله كونت نفسي يعني وابتديت مشروعي بعد ما اكتسبت خبره. يعني حضرتك عايز تقول انك بدات مشروعك ده ب 3000 جنيه راس مال. يعني ممكن نقول لاي شاب عايز يبدا مشروع من 3000 جنيه يقدر يبدا مشروع ويطوره عشان يوصل انه يفتح بيت براس المال ده. طبعاً. طيب انت قلت لي كان عندك خبره، طب كملتها بدورات مثلا ولا؟ ده اكيد، عشان طبعا كل يوم والتاني طبعا في موديلات بتنزل احدث من اللي قبلها، فانا لازم طبعا اكون مستعد. ايوه، يعني عباره عن ايه الدورات؟ كلمنا عن الدورات. الدورات طبعا المخططات الموبايلات تختلف على انا اتعلمتها من صغري، فبحدث من نفسي والحمد لله يعني وصلت لهدف معين وبرضه بكمل خبرات تانية يعني. طيب تمام، يعني حضرتك بتقولي ان انت بدات من 3000 جنيه، هل ده كان مبلغ كافي ان انت تعمل وانت عامل مركز لصيانه ولا محل صغير، ولا يعني ايه الوضع بتاع المحل بتاع حضرتك؟ لا انا ابتديت طبعا ما كانش معايا سيوله طبعا كافيه 3000. تمام. جبت بيها طبعا الاجهزه اللي انا اشتغل بيها. تمام. وحبيت امشي يعني واحده واحده لحد ما انا ازود مشروعي وانميه. اوكي، يعني حضرتك لما بدات بحاجات صغيره، هل بقى في حد ساعدك في السوق ان يديلك مثلا بالاجل تجيب حاجات بالاجل ولا لا هم ال 3000 وما كانش في حد بيساعدك؟ لا طبعا في حد كان بيساعدني وفي يعني حد وقف جنبي علشان انا بقى يعني عندي امكانيات ان انا استخدمها واشتغل عليها يعني. ايوه، مين الحد ده؟ يعني كلمنا استاذ مصطفى شويه، يعني حضرتك دلوقتي بدات براس مال بسيط جدا وده اللي احنا عايزين نوصله او رسائل يعني عايزين نوجه للشباب، انت ممكن من خلال مبلغ صغير تفتح مشروع وتطوره وتقدر تفتح بيه بيت وتصرف بيه على بيت. مين اللي وقف جنبك؟ والله انا اذكر اسماء يعني ولا؟ اتفضل. في يعني استاذ ممدوح، ده طبعا بيجيب شغل استيراد، فهو صراحه هو وقف جنبي، وفي الشيخ طلعت، وفي احمد صالح، ده مستوردين بيجيبوا شغل من بره وكان عندهم اجهزه متوفره فساعدوني يعني علشان اكمل مشواري. يعني زي ما الدكتور منال قالت انه ما بيدوك بالاجل يعني. طبعا، ما انا لازم ابدا واحده واحده برضو وعشان اكون نفسي. تمام، حضرتك بتقولي ان انت من الاقصر. تمام. المجال ده اخباره ايه في الاقصر؟ في انتشار كبير ولا يعتبر اعداد محدوده اللي اشتغلت فيه؟ والله هو المشروع ده يعني منتشر في جميع الاماكن. فانا برضه الحمد لله لازم اكون طبعا معتمد على ربنا سبحانه وتعالى وعلى نفسي وماليش دعوه بحد،
انتج شغلي والارزاق بيد الله، لازم اكون مقتنع ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لي الرزق لحد عندي، ما ابصش لاي حد ولا ماليش دعوه باي حد يعني حتى لو كان ايه. يعني معنى كده ما فيش روح منافسه، يعني ما بتلاقيش حد مثلا يقول لك ده لا يا عم ده السوق ده مليان حيتان ما تدخلش نفسك فيه، لا صراحة. ولا الحمد لله الدنيا كانت ميسره بالنسبه لك وممكن اي شاب يدخله؟ لا انا اي شاب يدخله، بس اهم حاجه ما يبصش لرزق حد، ان عشان ربنا سبحانه وتعالى مقسم الارزاق، فانا لازم ابص لرزقي وابص لهدفي قدامي، ما ابصش لحد. لو بصيت لحد هبقى غيران منه، هبقى مش هشوف شغلي، فانا كده مش هنجح. طيب حضرتك قلت لي انك بدأت في الاول انك اشتغلت في المجال ده قبل ما يبقى مشروعك وبرأس مالك، اشتغلت فيه قبل كده. تمام. فطبعا انت دلوقتي بعد ما بقى عندك المشروع شغلت ناس معاك تمام عشان برضو يتدربوا ويبقى لهم مشاريعهم الخاصة بيهم. كلمني عن العمالة اللي عندك، هل بتدربها؟ هل مستواهم الفني ايه؟ والله العمالة اللي عندي انا كل ما اشتغل طبعا في الصيانة او في التركيب، فهم بيبقوا مركزين معايا في شغل انا بعمل ايه، انا ايه يعني الحاجات دي اللي انا شغال فيها. فالبعض يعني اللي عايز يعني حابب ان هو يبقى فني، فبيبص عليه انا بشتغل ازاي، انا بركب بعمل ايه، فهو عايز يكتسب خبرة مني يعني. فالحمد لله في ناس يعني من العمال اللي معايا اكتسبوا خبرة، وفي ناس فتحوا محلات تاني يعني كويس كانت جدا. شغالة معايا وربنا كرمهم وفتحوا محلات، وفي ناس جت غيرهم تاني وتعلموا، والحمد لله بقوا حاجة كويسة يعني. تمام، يعني انت بتدرب العمالة عندك لغاية ما بيقفوا على رجليهم بيكتسبوا او بيعرفوا سر الصنعة زي ما بنقول طبعا وبيفتحوا مشاريعهم، وده اللي احنا عايزين نقوله. طيب يا دكتور، والله انا يعني مبسوطه من حضرتك جدا ان انت بدات تعتبر بادئ من الصفر وبادئها من تحت قوي، يعني ومثال وقدوه كبيره جدا للشباب ان هم يحتذي بحضرتك. بس انا كل اللي انا عايز اساله دلوقتي، في ناس كتير جدا بيبقى عندها موبايلات ويجي مثلا الموبايل يقع منهم، يجي يقول لك لا بدل ما اروح التوكيل اروح للصيانه. فهل حضرتك ايه يعني ايه الحاجه اللي تخليني اقول لا الموبايل ده خلاص مش هينفع ولازم اشتري واحد جديد؟ والله انا اهم حاجه الموديل بتاع الموبايل، يعني لو موبايل موديل قديم فهو ليه فتره صلاحيه كده بينتهي يعني فيها، فيعني بدل ما اقول مثلا لا نغير له بورده مش عارف نسلك بيه، لا احنا ما نسلكش بيه، ده كل حاجه وليها عمر افتراضي. يعني انت حضرتك بتقول للعميل اللي بيجي لك لا انت كده حرام لما تصرف على ده غيره افضل، طبعا ويبقى بتبقى صريح معاه ان انت بتقول له الافضل له ايه. لا طبعا، ما انا كده بكلفه فوق طاقته تمام. وفي الاخر يعني مش هيستفاد باللي دفعه. فانا هل في عميل جالك وبعد ما صلح الموبايل بتاعه قال لك لا انا الموبايل مش مريحني عايز اغيره اصلي، قطعه الغيار دي مش اصلي؟ بتحصل، فبتبقى ايه رد فعلك معاه؟ والله انا قبل ما ارد على السؤال ده، فانا اي حد بيجي لي فانا يعني بحب من شغلي ان انا اجيب الحاجات اللي هي الاصليات، علشان دي تبقى سمعه ليا انا قبل ما العميل، وغير كده يعني انا بخونه لو انا جبت له قطع الغيار مشكوك فيها او مش هتكمل معاه. فانا نصيحه ان انا اجيب قطع غير اصليه. طيب احنا معروف عندنا ان الصيني او يقول لك القطع الغيار الصيني دي مضروبه زي ما بيقولوا. تمام. انت قلت لي قبل الهوا ان انت كنت هتسافر الصين، احكي لي عن التجربه دي. والله انا اخدت دورات تبع وزاره الصناعه واكتسبت خبرات يعني منهم ودورات، ومعي شهاد من الاي تي سي الالمانيه اللي تابعه لوزاره الصناعه. فالحمد لله يعني خدت الدوره وباجتهاد، وبعد كده كملت وقالوا لي ان انت بعد شهرين قالوا لي انت هتسافر، وبعت الباسبور بتاعي واساس ان انا اسافر بعد 15 يوم، فحصل تعديل وزاري والحمد لله ماليش نصيب ان انا امشي يعني. يعني انت ما سافرتش الصين؟ لا ما كنت همشي، والحمد لله يعني قدر ربنا يعني ولطف خير. بس اكيد. طب ليه الصين مش اليابان مثلا؟ لا ما الصين اللي هي طبعا اكتر حد اللي هي شغاله في قطع الغيار الموبايلات، والاستهلاك بتاع الشعب المصري والعالم كله من الصين. امال احنا ليه واخدين يعني انطباع كده ان الحاجه الصيني مش مضروبه يعني ولا لا ايه؟ مش في الموبايلات، في حاجات تانية. في حاجات تانيه ولا الموبايلات الصيني حلو فيها؟ لا والله دي بتتجه برضه للمستوردين. طيب انا لازم اروح للمستورد يكون بيستورد قطعه نظيفه وسعرها مش مهم يكون غالي، بس انا اجيب حاجه نظيفه. استاذ مصطفى، بالليل والنهار فوجئنا ان في بعض الموبايلات وقف التعامل معاها.
تمام. اديني نبذه عن الموبايلات دي وليه توقف معاها؟ بالنسبه ليا بالظبط يعني في موبايل زي رينوفو حاجه زي كده، في انواع موبايلات باسماء معينه وقفوا التعامل معاها وقال لك مالهاش خلاص ابجريد. طب الناس اللي كان عندها الموبايلات دي بتنتهي التعامل معاها فعلا ولا ممكن بتشتغل بيها كعده عاديه؟ والله ده يعني على حسب الاصدار طبعا، في اصدار بيبقى نشط، الشركه بتحدث الاصدار وبتنزله نسخه جديده، فبنعمل لها تحديث وبتكمل، لكن في اصدارات تانية بينتهت التحديث بتاعها فبتوقف. طيب هل الموبايلات اللي بتجي لك وبتحس انها خلاص بقت استهلكت، يعني ما عادش ينفع انك تصلحها وبتقول للعميل كده لا الموبايل ده خلاص يستحسن انك تشتري غيره، هل بتاخد الموبايل نفسه وبتطلع منه قطع غيار مثلا؟ لا. ولا ما ينفعش؟ لا، هو هنطلع قطع غيار يعني شاشه في موبايل تاني يكون شبيه ليه، بس حالته يعني تبقى احسن من دي. يعني ممكن يعني اعاده التدوير او تستخدم القطع الغيار في موبايل مستهلك خالص، ويعني ممكن تشتريه برضه بس بسعر قليل، ولا بيبقى نظامك ايه في الوضع ده؟ طبعا احنا بنعزل البورده طبعا، دي خلاص بايظه، بنحسب له حق الشاشه بمرضي الله، والقطع الغيار الموجوده احنا بنطلع له سعر يعني بمرضي الله، وبنقول له السعر قد كده، هو بقى يعني ينفع مع السعر ماشي بقى برضاه، ما ينفعش بقى خلاص. اسالك سؤال يا استاذ صفا، هل دلوقتي احنا دخلنا على تعويم وحاجات كتيره بتحصل معانا في البلد، هل ده اثر على الاقتصاد بتاعك ولا الدنيا معاك بقت برضو زي ما هي؟ يعني المجال اللي انت فيه، في ناس تقول لك لا انا ما اقدرش دلوقتي ادخل في شغل خاص بيا لاني انا مش عارف بكره السوق فيه ايه، فهل انت عندك نفس المخاطره دي ولا السوق عندك يوم فوق ويوم تحت وده عادي مش مؤثر فيه الدولار؟ والله هو التأثير طبعا في العالم كله، فاحنا في الأول وفي الأخير ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عايز كده، فمش بإيدينا احنا يعني اللي احنا نعمله يعني. لا ما انا عارفه الحمد لله يعني كل حاجه بإذن ربنا، انا بتكلم ان هل السوق معاك زي الأول ولا تأثر بالارتفاع الدولار، وهل الاستيراد بتاعك برضو تأثر ولا الدنيا عندك انت عندك الستوك بتاعك وكانت الدنيا ماشيه ما تأثرتش معاك؟ لا هو في تأثير طبعا، ان يعني برضو يعني اي حد برضه يعني كان معاه شاشه عايز يركبها، عايز يظبطها، عايز يركب قطعه غيار، فهو حاليا يعني بدل ما يشتري مثلا موبايل جديد بيقول ان انا اركب الشاشه القديمه اللي كانت مكسوره وركنها، فبرضه يعني الجديد هيفرق من القديم. يعني الحالة الاقتصادية مأثرة مع حضرتك طبعا في الشغل؟ أكيد طبعا، الوضع الاقتصادي الحالي وصعوبة بقت كل الناس أو كل المجالات اتأثرت بيها، لكن ده معناه إن في مثلا موبايلات مثلا أو نوعيات معينة كنت بتجيبها الأول أسعارها مثلا غالية شوية فبدأت تقول لا بلاش دي، أو بقيت تتجه مثلا لأنواع معينة حاسس إن ممكن الاستخدام عليها أكتر من غيرها نظرا لسعرها القليل أو كده؟ والله هو الأسعار تنطبق برضه للسوق، لأن كل يوم في ممكن الموبايل سعره يرفع، معانا صور حضرتك على الهواء، معانا حد كوري تقريبا، ايه صف لي. ده صديق ليا ده من كوريا اسمه حاليا يعني بينزل مصر، اسمه هادي هنا في القاهره، فبيجي يزورني يعني على طول. يا كوريا اصلا معروفه برضو بالموبايلات وبس هي بتكتسب منه خبرته ولا ايه؟ لا كوريا هادي ده يعني اللي عنده خبره طبعا، عشان طبعا كوريا الجنوبيه ليها طبعا شغلها وليها طبعا في الالكترونيات، فهو باخد مني مساعدات يعني. انتاج يعني. طبعا يعني هو لما بيجي بتقعد تتكلم معاه وبتعرض عليه حاجات مثلا ممكن تبقاش واخد بالك منها قوي، او هو بيعرفك حاجات انت مش عارفها، طبعا هم اكيد متطورين عننا ولا ايه؟ طبعا في تطوير، طبعا في تطوير عننا كتير. طب ايه راي حضرتك ان لو اتفتح المجال ده في مصر احنا محتاجين ان احنا نعمل كمصانع لانتاج الموبايلات وانتاج التابلت وانتاج الحاجات دي كلها، هل المجال المصري ممكن نعمل فيه حاجه كده بسهوله ونطلع انتاج احنا كمان ننافس بيه اليابان وننافس بيه كوريا او ننافس بيه الصين؟ والله ده اتجه للعلم اولا، الشعب المصري عنده علم وعنده ثقافه، وغير كده الادوات يعني احنا تيجي الادوات واحنا ناكلها اكل ونطلع اي منتج، ده طبعا الشعب المصري ما بيحترش في حاجه يعني. يعني انت حاسس ان موضوع ان الصيانه طب قولي الاول المشروع بتاع حضرتك بس صيانه بس ولا عندك خدمات اخرى بتقدمها؟ لا طبعا في سوفت وير، وفي طبعا تحويل رصيد، وفي فودافون كاش، وفي يعني استلام، وفي دفع، وفي كل الامكانيات يعني. المشروع ده اعتقد ان في كتير عملوه، كان عندك بدائل عن المشروع ده ولا اشمعنى اخترت ده بالذات؟ هل لانه بيكسب اكتر؟ هل لانه اسرع؟ هل لانه اسهل؟ هل لان ده اللي انت حبه؟ ليه اخترته بالذات دونا عن مشاريع تانية ممكن يكون برضو راس مالهم اقل شويه
ولكن ده مثلا ايه الحكمة انك اخترت ده بالذات؟ والله انا يعني عشان حبيته من صغري يعني، وابتديته وقلت اطور من نفسي، وهو ده اللي انا هثبت عليه ان شاء الله، ان شاء الله. يعني مفيش بديل ليه. طيب يا استاذ مصطفى، احنا بقى محتاجين من حضرتك هنا النهارده اتكلمنا عن السوق في الاقصر، اخبار السوق في الاقصر، كمان افتح لنا المجال فيه اكتر، لان انت كمان الاقصر مشهوره انها في ثلث اثار العالم في الاقصر، تمام، وكلها سياحه، فهل بيجي لك حد من السياح يقول لك الموبايل بتاعي اتكسر وانا عايز اصلحه؟ لا، هو انا بلدي يعني بعيد من السياحه يعني شويه، يعني هو في مركز مش تمام. مش في المحافظه، فبيجوا طبعا اي حد مثلا من مراكز تانية بيكون مر من المحل بتاعي، فانا صراحه بعمل تخفيض ليه، ان هو يعني حد انا ما اعرفوش فبعمل له تخفيض. طب احنا محتاجين بقى النهارده بما انك ضيف معانا في الحلقه، محتاجين احنا كمان تعمل للناس اللي هيجوا لك عن طريق حلقتنا ضيف، ويكون تعمل لهم اكيد تخفيض. طبعا اي حد يتصل من خلالنا اكيد تخفيض طبعا. لا اكيد يعني. والله وانا الحمد لله يعني احب اي حد يزورني، وان شاء الله يكون عند حسن ظننا يعني. أكيد. طيب يا استاذ مصطفى، نيجي عند النقطه المهمه جدا، اي حد بيعمل مشروع اكيد بيبقى عايز من خلاله انه يفتح بيت. تمام. هل المشروع اللي انت عملته ده هل بتنصح الشباب بيه، او هل بيقدر يغطي مصاريف بيت مفتوح في مصر في الظروف الاقتصاديه الحاليه؟ تمام. هو اولا واخيرا الموبايل هو بعيدا عن الارقام طبعا، احنا مش هنسالك الارقام، ولكن هل فعلا المشروع ده لو انا بدات براس المال اللي حضرتك قلت عليه، تمام، وبدات فيه وطورت نفسي، هنتكلم عن التطوير ده في سؤال اخر، ولكن هل المشروع ده ممكن من خلاله ان انا اقدر اغطي مصاريف بيت مفتوح؟ هو يعني يغطي والحمد لله، بس ده برضو على حسب ان انت تجاهدي وتشتغلي اكتر يعني. انت بتقول عندك عماله، يعني انت وثلاثه اربعه مثلا او خمسه معاك بيشتغلوا، فمن خلال المشروع بتاعك ده الاربع بيوت دول او الخمسه تقريبا مفتوحين. سبحان الله، هو مقسم الارزاق فبيرزقنا من رزقهم. يعني ما شاء الله، يعني اذا هو مشروع مربح. طبعا تقدر تقول ان هو مشروع مربح. يعني اللي هو الاول والاخير هو الموبايلات اللي شغاله يعني في السوق. الناس كلها تقريبا بقى عندها موبايلات، والناس كلها بتصلح موبايلاتها طبعا، وبقى قليل قوي اللي بيشتري موبايل جديد دلوقتي. عشان طبعا الحاله الاقتصاديه، الناس كلها زي ما الاستاذ مصطفى قال لك بيدوروا على البدائل عشان ما يشتريش جديد، لو عنده اي عده عايزه تصليح قديم بتصلحها عشان الدنيا تمشي معاهم. بالظبط. بس انا بقى في سؤال مهم، حضرتك عندك اولاد؟ طبعا. عندك اولاد ايه؟ عندي ريتاج وعندي زياد. زياد، طب انت تتوقع او حاطط في دماغك ان زياد في يوم من الايام ممكن يبقى في نفس المجال بتاع حضرتك؟ لان احنا عارفين ان الدكتور عايز ابنه يبقى دكتور، اي مجال من المجالات بتبقى بتحب ان ابنك يبقى في نفس المجال ده. هل تحب ان زياد يكون في نفس المجال؟ والله انا احب ان انا تعبت وعملت مشروع كبير من الصغير، فهو اللي هيبقى المسؤول من بعدي. ربنا يبارك لك. الله يخليك. هنتكلم بقى عن التطور. اي حاجه في الدنيا لو مش بتتطور يعني ملهاش مستقبل. تمام. دايما كل واحد بيحلم انه بدا من صفر، بقى خطوه، بقى 10، بقى 20، لو وصل لمرحله معينه. هل مشروعك بيتطور؟ ايه نوع التطور؟ يعني بيبدا فين وممكن توصل بيه لفين؟ والله المشروع انا لازم طبعا اجيب حاجه طبعا نزلت السوق حديث، فلازم اجيب الكماليات بتاعته كلها، علشان طبعا بيبقى في في حاجات اكسسوارات نازله يعني ما نزلتش ليها، فانا بحب اوفرها من اي مكان مهما كان غالي او رخيص علشان اجلب الزبون يعني. يعني معنى كده ان لو حد جه لحضرتك قال لك انا التليفون بتاعي مش لاقي له مثلا كفر، فحضرتك تدور له في اي مكان وتجيبه له؟ طبعا. طب دي حاجه كويسه، يعني انت كده بتوفر للناس المجهود بتاعها، بدل ما تدور ليجي عند استاذ مصطفى هيجيب له الحاجات اللي مش موجوده يعني. طبعا. ربنا يوفقك. طيب انت بنتكلم عن الصيانه، طب التصنيع، هل انت حته التصنيع دي مش ناوي تفكر فيها او بدات فيها فعلا، ولا هو صيانه بس؟ لا هو ولا ده من ضمن التطور اللي ممكن تكون باصص له؟ الحمد لله، يعني لو في اي مساعده مثلا من مثلا الدوله عايزه تنمي الشباب، عايزه تجيب لهم مثلا مكان تصدير نشتغل عليه مش هنتاخر. احنا لسه النهارده بنقول الحلقه دي عشان نقول للشباب ابدأوا بنفسكم. لا هو بيتكلم ساعدوا يعني نفسكم، بيطلب من الدوله ان الدوله تساعد، لان طول ما الشباب طبعا الصغيرين اللي عايزين يشتغلوا دولت لما هيلاقوا دعم من الدوله اكيد هيبقى تطور عندهم. هو الدعم أفضل. موجود قدر طبعا الامكان، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي احنا عايزين الشاب اللي عايز يبدا بنفسه ولنفسه يساعد الدوله. احنا في مرحله دلوقتي محتاجين اللي يساعد الدوله مش اللي الدوله تساعد. يا استاذ مصطفى، طيب يا استاذ مصطفى، تحب يعني تتكلم عن ايه تاني في مجالك؟
ممكن اكون انا في عندي معلومات معرفهاش، فحضرتك بيبقى عندك معلومات عن مثلا زي التابلت. احنا دلوقتي لقينا ان كل المدارس في مرحله الثانوي بتستخدم التابلت، هل التابلت دوت فعلا ممكن انا فيما بعد لما يخلص مرحله الثانوي الطالب يستخدمه كتليفون عادي بامكانيات، ولا هو ليه امكانيات محدده للدراسه؟ والله هو احنا يعني اي حد بيخلص الثانوي سنه ثالثه طبعا دي اخر سنه ليه، فهو طبعا بيستلم التابلت بتاعه وبيكون عليه المنظومه الحمايه بتاعه وزاره التعليم نفسها. فاحنا يعني لو حابب ان هو يعمل له نظام تهكير للتابلت او يطلع بره المنظومه فاحنا بنقوم له بكده يعني. لا انا بتكلم اني مش يتعمل له تهكير في الدراسه، احنا بنتكلم بعد الدراسه. يعني انا خلصت ثلاث سنين الدراسه بتاعته اللي بيستخدم فيهم التابلت، فبعد كده خلاص الجهاز ده بيبقى بتاعه. طبعا هل بقى ممكن انا اخليه يبقى جهاز عادي زي اي تابلت ويتحط عليه جيمز ويتحط عليه كل الكلام ده، ولا لازم يبقى خلاص هو دراسه وبس؟ لا طبعا، ما هو التهكير ده هو هي يعني ماده يعني بنستخدمها كبديل لطلوع المنظومه سواء يعني في اللي كمل تعليمه او لا. فممكن يعني يقولوا ان هو التابلت ده هيرجع للمدرسه تاني، في ناس بيبقى عندها شكوك، فسنه تالته دي بتقول لا احنا عايزين نطلعه بره المنظومه دي. ممكن يستخدمه بقى موبايل، متجر بلاي، نزل تطبيقات، يستخدمه اي حاجه هو عايزها يعني. تمام. طيب من خبره حضرتك يا استاذ مصطفى، ايه الحاجات اللي ممكن تبوظ الموبايل؟ يعني انا عشان انا احافظ على موبايلي اطول فتره ممكنه، هل مثلا احطه على الشاحن ممكن استخدمه وانا هو على الشاحن مثلا، او لا ده غلط؟ يعني اديني شويه حاجات كده بتسرع بان الموبايل فعلا يبوظ بسرعه. بالذات الاولاد الصغيرين كمان عايزين نبقى لهم نصايح في موضوع الشاحن. او عدد الساعات اللي المفروض حد، هل في حد اقصى مثلا لاستخدام الموبايل عشان ما يبوظ بسرعه؟ والله احنا يعني اكتر الناس بتستخدم الموبايل خطأ، او الموبايل ده يعني هو وسيله للمكالمات وليه وقت قصير يعني في اليوم ان هو يستخدمه. لكن في ناس الموبايل ده هي وهو على الشاحن بتستخدمه ما بتسيبوش لاخر اليوم. بسمع ان هو يعني اكتر حاجه بتبوظ الموبايل يبقى محطوط على الشاحن واحنا بنستخدمه، هل ده صح؟ لا طبعا، الموبايل ليه ساعات ان هو يشحن فيها من 15% لحد 80%، وده بتحافظ على عمر البطاريه وبتدي يعني له فتره. غلط ان انا اشحنه 90 او 95%؟ ده اما يكون جديد لازم من 15 ل 80%، بعد كده طبعا بنشحنه 10% لحد ما وصل 100%. بس في نقطه صغيره هنا لازم برضو افهمها يعني للمشاهدين، ان الموبايل لو خد فتره اطول من ساعه لازم يعني في الشحن يبقى كده في مشكله في الموبايل، لا اما في وصله الشاحن لا اما في سكه الشاحن، فبنتجه لفني علشان نشوف ايه المشكله اللي بتحصل دي. خلاص تمام، وقتنا تقريبا قرب يخلص، فناخد بقى من الاستاذ مصطفى نصيحه. ايه النصايح اللي حضرتك تحب تقدمها للشباب عشان يقودوا نفس التجربه اللي حضرتك خضتها؟ النصيحه اللي اقدمها للشباب ان هم اي هدف في دماغهم او يحبوا العمل يشوفوا ايه اللي يقوموا بيه ويمشوا عليه ويختاروا اي مشروع حابينه ويبتدوه من هو صغير، مش مهم يكون معاه فلوس، لا ممكن يستلف من باباه فلوس يبقى حاجه يعني لقدام. ان هو طبعا الشغل بتاعه هو الخاص ممكن ينميه يوصل لحاجه تانية، يفتح له بيت بدل ما يروح لشركه هيقبض له 2000 جنيه 2000 ونص مش هتكفيه مصاريف ليه هو شخصيا. فانا انصح الشباب ان هم يبداوا بنفسهم وينزلوا السوق ويشوفوا ايه الحاجه اللي هم يحبوا يعملوها ويطوروا من نفسهم. صلحتي موبايلك كم مره يا منال؟ ليه السؤال الحريق ده؟ لا طبعا صلحت كتير، يعني ممكن بيتكسر. يعني احنا كمان كان في سؤال انا كنت عايزه اساله لو الوقت يسمح. طب اتفضلي. الشاشه اللي الكفر اللي بيتحط اللي هي السكرينه دي اكتر حاجه بتتكسر، يعني ما فيش حاجه بتتحط تحافظ عليها هي كمان بدل ما كل شويه بتتكسر؟ لا هي الاسكرينه في انواع في السوق، فاحنا طبعا اي حد انا شخصيا بيجي لي بيبقى طبعا عايز سكرينه نظيفه، فانا بركب له سكرينه نظيفه مش شعبي. بشكرك جدا يا استاذ مصطفى، الحقيقه وقت حلقتنا انتهى. بشكرك جدا، كنا سعيدين بوجود حضرتك معانا. شكرا دكتوره منال. سعيد بيكم والله. اعزائي المشاهدين اشكركم لطيب المتابعه، انتظرونا في الاسبوع القادم وحلقه جديده وبرنامج مع كل الناس.